إذاعة سلطنة عمان بالتعاون مع وزارة النقل والاتصالات. مسارات بين رؤى التطور والتحديث. مسارات وتحت مظلة احتياج المواطن بين البر والبحر والجو، نكون سلسلة متصلة تصل إلى غايات هادفة تحت مظلة الوطن، بسواعد شبابها، بأبجدية النماء والعطاء. مسارات في لوحة البداية. يصوت مساراتنا يونس بن سليمان البوسعيدي وكاملة بنت فاضل الهنائية. مسارات عيون المواطن هي رقي الواقع. يسطر سطور المسارات أحمد بن سالم الكلباني. مسارات وبين مسار وآخر تبقى هذه الضيافة بمعية المخرج حمد بن عامر الوردي. مسارات بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم مجددا مستمعينا الكرام في برنامج مسارات، الذي نتطلع فيه لمعرفة كافة التفاصيل حول مشاريع ومنجزات وأفكار ومخططات وزارة النقل والاتصالات. رسالة توعوية. عزيزي المواطن، احرص على استخراج التصاريح البحرية اللازمة من الجهات المختصة بالوزارة حفاظا على سلامتك وسلامة من معك. أخبار الوزارة. قامت الوزارة مؤخرا بطرح مناقصتين لأرصفة عائمة إضافية وحظائر للمواشي بميناء شناص، وذلك لاستقبال المزيد من المراكب الشراعية والتجارية بالميناء، وهذا سيكون بإذن الله موضوع حديثنا لحلقة اليوم. نذهب وإياكم مستمعينا الكرام إلى زاوية أخرى في برنامج مسارات. هذه الزاوية ربما هي فقرتنا الرئيسية في البرنامج، ونخصصها للحديث عن ميناء شناص التجاري. هذا الموضوع الذي يسرني أن أرحب فيه بضيفي على طاولة الاستوديو الفاضل صلاح بن عبد الله بن أحمد بلوشي، مشرف ميناء شناص التجاري بالمديرية العامة للموانئ بوزارة النقل والاتصالات، واللي راح يحدثنا إن شاء الله عن تفاصيل كثيرة حول ميناء شناص. في البداية نرحب بك أستاذ صلاح بن عبد الله بن أحمد البلوشي، مشرف ميناء شناص التجاري بالمديرية العامة للموانئ بوزارة النقل والاتصالات، وأهلا بك مجددا في إذاعة سلطنة عمان. أهلا وسهلا بكم إن شاء الله تعالى، وإن شاء الله تعالى راحين تحصلوا على الأمور الطيبة عن ميناء شناص كلها إن شاء الله تعالى بإذن الله. حورنا في برنامج مسارات بإذن الله. نرحب بك مجددا، وأيضا نرحب بأعزائنا المستمعين الذين يرافقوننا في هذا البرنامج، الذين نتعرف على كل التفاصيل التي تخص منجزات ومشاريع وزارة النقل والاتصالات، ونذهب مباشرة للحديث في موضوعنا ميناء شناص التجاري. بداية أستاذ صلاح، نتساءل عن الميناء تاريخيا، متى كان تاريخ إنشاؤه بالضبط؟ تاريخ إنشاء الميناء كان في 27 ديسمبر 1995، تم وضع حجر الأساس في عيد اليوبيل الفضي، وبعد ذلك تم الانتهاء من الإنشاء الكلي للميناء في تاريخ 29 ديسمبر 1996. الميناء طبعا قطاعاته متعددة حاليا بعد صدور الأوامر السامية في عام 2001 على أنه يتم تحويل الميناء من ميناء صيد إلى ميناء تجاري، وتم إصدار الأمر السامي ونقل تبعية الميناء من وزارة الزراعة إلى وزارة النقل والاتصالات المختصة في الموانئ التجارية. حاليا الميناء يشهد 3 قطاعات. جميل. قطاع الصيد، قطاع التجاري، والقطاع السياحي. كل قطاع منفرد في أعماله. إذن هو يختم هذه القطاعات 3، الصيد والتجارة والسياحة. نعم. جيد.
طيب لو تحدثنا أيضا عن المناطق التي يربطها، هذه إحدى المعلومات المهمة حول الميناء. الميناء يعتبر في مركز الولاية. جميل. وهو مركزية الولاية تخدم الكثير يعني من الأشياء اللي هي تابعة للميناء، المناطق والقرى. ويعتبر الميناء هو حاليا أحد المواني المهمة للتسعة في تنشيط الحركة التجارية على المستوى المحلي والإقليمي والخارجي. شهد الميناء طبعا العديد من التطورات منذ إنشائه، وبعد ذلك المنطلق بدأت وزارة نقل صالح المؤثرة في قطاع المواني خطوات العمل نحو التطوير والتوسيع من خلال استقبال السفن التجارية الأجنبية والمحلية لتقوم بعمليات الاستيراد وتصدير البضائع التجارية عبر هذا الميناء. جميل جميل. وهذا ربما يعني يذهب بنا الحديث عن أهمية هذا الميناء استراتيجيا كموقع، تحدثنا عن هذا الأمر أيضا. طبعا شناص لا تخفى عليكم هي سابقا كانت أحد المواني التجارية، وبعد ذلك تم تطوير المواني إلى مواني متطورة وقدمت أفضل الخدمات وأفضل مستويات من التحسين في المواني، فأصبحت الميناء هذه تقدم الخدمات للمستفيدين من شتى الطرق اللي خاصة بالتجارة وزايد السياحة وزايد القطاع الصيد. سابقا كان الصيد مشتت على طول الساحل، حاليا القوارب محفوظة والسفن محفوظة وكل حاجة يعني نظم عملية الصيد بشكل أفضل. نعم صارت تنظيمي أفضل، بالإضافة إلى السفن التجارية الخشبية حاليا تصل إلى الميناء بكل سهولة بكل أمان. نظمت عملية الملاحة البحرية في البحر الإقليمي العماني وكذلك في المياه الدولية، فأصبحت الميناء حين ذات شهرة الحمد لله رب العالمين. الطيب. جميل جميل. أنت ذكرت في سياق حديثك أنه هذا الميناء تطور وأصبح يخدم قطاعات متعددة بما فيها قطاع الصيد، القطاع التجاري والقطاع السياحي، وبالتأكيد هذه لها تأثيرها الكبير، وموقعه الاستراتيجي رح يجعل منه نقطة خدمة لجميع أفراد وشرائح المجتمع. نحن نتحدث هنا عن الربط اللوجستي في ميناء شناص أستاذ صلاح، هذا الربط الذي تم في الفترة الأخيرة بين الشركة الوطنية للعبارات وشركة مواصلات، ما الذي سيقدم هذا الربط؟ هذه بادرة طيبة من الوزارة تشكر على مساعيها، وهذا ما شهدناه وما من وزارتنا الموقرة لهذه الأفكار النيرة، حيث تم ربط شركة مواصلات مع الشركة الوطنية للعبارات لنقل المسافرين والسياح، حيث لم تكن مسبقا يعني صعوبة في وصول المسافرين إلى الميناء والسفر عبر العبارات، فكان السائح أو المسافر يلجأ إلى الكثير من الأمور من أجل الوصول إلى الميناء، حتى بطريقة غير منظمة. أي موقع الميناء ما كان يعني يقدر يوصل له أو يعرف الميناء وين بيكون وكذا، فأغلب المسافرين من غير العمانيين كانت فئات أجنبية. حاليا الربط بين شركة مواصلات وبين الميناء راح يخدم الكثير من وإلى المواطنين. أيوة من مواقع اللي هي خاصة بنقاط الباصات، ف النقطة هذه اللي راح تكون في ميناء شناص راح تكون لها بادرة طيبة إن شاء الله تعالى ومستقبلها إن شاء الله تعالى نجح. جميل جميل. إذن نتحدث الآن عن مراحل تطور الميناء وخصوصا بعد صدور التوجيهات السامية بتحويله إلى ميناء تجاري. شهد الميناء العديد من التطور. طبعا الميناء كان قبل فيه كاسرين بالإضافة إلى رصيف خشبي، حاليا الميناء يشهد 6 أرصفة. جميل. بالإضافة إلى أرصفة العبارات الوطنية الشركة الوطنية للعبارات. الأرصفة اللي خاصة بالنشاط التجاري أصبحت الحين الحمد لله رب العالمين فضل الله سبحانه وتعالى وجهود الوزارة تستقبل أكبر عدد من السفن، كانت الكبيرة والمتوسطة والصغيرة من السفن الخشبية، وإلى الحين في توجهات إن شاء الله تعالى من السفن اللي هي الحديدية الكبيرة البارجات واللاند كرافت ومحتمل الدوب منها. جميل. إذن في نقلة نوعية في حتى نوعية السفن التي ترد للميناء وطاقته الاستيعابية، وهذا التطوير في غاية الأهمية. طيب محور آخر من محاورنا أو النقاط التي يجب أن نتحدث عنها من ضمن أهداف الميناء استكمال الدور الذي يقوم به ميناء الصحار الصناعي، ونحن يعني نعرف
المسافة القليلة التي تفرق بين ميناءين والتي ربما يتداولها المجتمع أنه في أكثر من ميناء وفي مناطق قريبة من بعضها البعض، يعني ولكن نقول أنه الأدوار تكاملية في النهاية بين ميناء صحار الصناعي وميناء شناص التجاري، وبالتالي تعميم الفائدة على محافظة شمال الباطنة وبقية المناطق المجاورة. لو تحدثنا عن هذه الأدوار التي تقوم بها بشكل تكاملي. يعتبر ميناء شناص هو رديف لميناء صحار من خلال استقبال السفن الخشبية متنوعة الحجم ومتنوعة البضائع. السفن الخشبية في أغلب الأوقات التي تصل إلى ميناء صحار ربما تتأخر أو ما شابه ذلك صعوبة استقبالها، ولكن في ميناء شناص الحمد لله رب العالمين تيسرت الأمور إلى أن يتم استقبالها كونها هي أصبحت حاليا ميناء تجاري. جميل. تعتبر هي رديفة لميناء صحار. جميل. وتقوم بنفس العمل ونفس الأنشطة. جيد. نتحدث عن اللائحة التنظيمية الآن، وهذه أمر مهم جدا. اللائحة التنظيمية للميناء رقم 156/2015، مجموعة من الأنظمة والقوانين المنظمة للخدمات المقدمة في الميناء التي من الممكن أن نذكرها وأن نخصص القليل منها الحديث عن جدول احتساب الرسوم لمن يستفسر عن هذا الشأن، وأيضا بدء تطبيق الرسوم. اللائحة التنظيمية لميناء شناص هي تعتبر استناد إلى قانون تنظيم الملاحة البحرية في المياه الإقليمية الصادر من الرسوم السلطاني رقم 98/81. المهم في اللائحة أن اللائحة مكونة من 17 مادة، طبعا الحديث فيها يطول ولكن هي نختصرها. أكيد. نأخذ الأبرز. أيوة، هي تختص بكيفية الملاحة في الميناء وكيفية عملية دخول وخروج السفن من الميناء وكيفية وضعية الميناء أثناء استقبال السفن وحدود الميناء من ناحية اليابسة وكذلك نطاق حوض الميناء بداخل الميناء، وكذلك ورد بالجدول جدول خاص بعملية احتساب الرسوم على السفن التجارية والسياحية والبضائع وكل ما يربط النشاط التجاري. اللائحة علشان نكون واضحين أكثر بالنسبة لعملية احتساب الرسوم، اللائحة ثلاث جداول. الجدول الأول يختص بعملية احتساب الرسوم على السفينة فقط. جيد. من خلال رسو السفينة على أرصفة الميناء راح يكون السعر للطن الواحد 4 بيسات في اليوم لمدة 4 أيام. هذا للسفينة؟ للسفينة فقط. طيب. إذا السفينة كانت فاضية طبعا فارغة ما ترغب من أي خدمات، فقط ترغب هي من خدمة الرسو في الميناء. جيد. بعد 4 أيام الأولى طبعا تختلف عملية الاحتساب إلى 100 بيسة في الطن. زيد. أي نعم. بالإضافة إلى مثلا هذه السفينة كانت فاضية وترغب فقط الرسو، أما السفن الثانية اللي تيجي محمل البضائع راح يحتسب عليها إضافة على اللي ذكرته 9 بيسات، وتختص هذه 9 بيسات بعملية الشحن والتفريغ، سواء كانت هي تريد تشحن بضائع إلى التصدير أو جايبة بضائع واردة إلى طبعا البلد. هذه 9 بيسات تضاف للمبلغ السابق. نعم. مبلغ رسو. نعم. جيد. ليصبح الإجمالي فيها 13 بيسة، وبالإضافة بعد 4 أيام الأولى راح تحتسب عليه 100 بيسة. عندنا كذلك رسوم احتساب اللي هي النظافة راح تكون 250 ريالين و250 بيسة على السفينة فقط لطاقمها، وليس يعني المواد اللي تالفة في السفينة وغيرها. هذه نقطة مهمة يعني لابد الواحد ينتبه لها، احنا هذه الخدمة ناخذها على طاقم السفينة وليست على السفينة. سبحان الله قد تكون في بعض البضائع تالفة ولا شيء، هذه يتصرف فيها مالك السفينة أو القبطان اللي جايب السفينة إلى الميناء أو الوكيل الملاحي تحت مسؤوليتهم. نعم. تكون جيد. طيب، في تساؤل وجيز، ربما هذه المبالغ اللي انت ذكرتها قياسا بوقت محدد أو وقت معين، مثلا 100 بيسة قياسا باليوم أو بالساعة أو إيش بالضبط؟ هي نظام الاحتساب مثل ما ذكرت لك، 4 أيام الأولى راح يكون 13 بيسة للعمليتين، أما إذا كانت كل عملية مستقلة لحالها الرسو يكون 4 بيسات. بالإضافة بعد 4 أيام الأولى يحتسب الجدول مباشرة 100 بيسة للطن في اليوم الواحد. مثال على ذلك، السفينة جات وزنها 100 طن. جيد. طالب الرسو راح يكون كل يوم عليها في 4 بيسات تضرب اللي هي الأيام 100 طن في 4 بيسات في 4 أيام يعطيك الناتج. جميل. بعد ذلك
نفس العملية إذا زاد أكثر من 4 أيام تأخذ 100 بيسة تضربها في وزن السفينة في الأيام. جميل. الأيام اللي هي بعد 4 أيام من اليوم الخامس والسادس والسابع وقيس على ذلك. جميل. بالنسبة للجدول نكمل الحين، هذه الصفحة الأولى خاصة بالسفينة، الصفحة الثانية راح تكون مخصصة. ما شاء الله مطولين بعدنا لأنه اللائحة كبيرة ما شاء الله عليك. طيب شاء الله نتجاوز السفينة الآن. ماذا قلنا؟ السفينة الحين البضائع. جيد. الحين الجدول صنف البضائع، البضائع العامة والأدوية وما شابه ذلك، منها يحتسب عليها الجدول في اليوم الواحد ما يقارب للطن، بدون اليوم يحتسب للطن ريال واحد. جيد. وكذلك الأعلاف الحيوانية الطن ريال واحد. أما المواد الصلب، مواد البناء والإسمنت والحديد تكون الطن ريالين، بالإضافة إلى في الجدول الثاني ذكر المشرع أن الأغنام الحية اللي موجودة على ظهر السفينة تحتسب السفينة فقط عليها 25 ريال رسوم، وليست على الأغنام أو الماشية اللي موجودة فيها الأغنام الحية، السفينة فقط 25. يعني هذه الجدول جزاها الله خير الوزارة، هي خدمة للتجار والمستفيدين في الميناء بالفعل. يعني هي رسوم رمزية. وقد يلاحظ فعلا، أنا حتى حبيت أني أداخلك في هذا الشأن، ربما لمن يستمع أنه يلاحظ، أنا لذلك سألتك هل هو المبلغ مقرون مثلا بمدة رسو السفينة لساعة أو يوم، أو يتبين أنه ل4 أيام متلاحقة يعني مبلغ رسو زهيد، وحتى بعد اليوم الرابع يتضاعف بشكل زهيد أيضا، فهذه فرصة مع الخدمات المقدمة. نعم. في الميناء هي هذه المبالغ تعتبر مثل ما تفضلت يعني زهيدة ورمزية مقارنة بالمواني الباقية. طيب هي عملية احتسابها وغيره وما شابه ذلك، ووضعت الوزارة هذه علشان نوصل ان نشهر هذه الميناء ونوصل لأكبر عدد من المستفيدين، والحمد لله الدور واضح يعني في هذا الجدول. الجدول الثالث الحين بننتقل مباشرة. الجدول الثالث كنا في السفن ثم البضائع. أيوة. ثم الآن الحين النقل المباشر اللي هو الترانزيت من سفينة إلى سفينة، نفس التسعيرة ما عدا الأعلاف الحيوانية، راح يكون الطن 500 بيسة، النصف. نعم. نصف المبلغ. أيوة. المتفق عليه في البضائع. والحمد لله يعني الجدول ماشي على ما يرام، جهود الموظفين معنا جزاهم الله خير القائمين على هذه العملية، حيث يعني الحمد لله رب العالمين. الدور البارز الحين أكثر شيء صاير عن الموظفين. جميل. لأن تغير عملية العمل، دوامات الحين، دوامات أصبحت الحين ما شاء الله مستمرة طيلة السنة، عندنا نظام مناوبات صباحية ومسائية من الساعة 7 إلى الساعة 7 المغرب، وحين إن شاء الله طائر بصدد أن نعمل دوام ليلي كذلك. جميل. يعني أفهم من كذا أنه الميناء شغال على طول. أي شغال الحمد لله رب العالمين. حتى في أنا أقدر أعطيكم إحصائية للسفن اللي كانت قادمة لهذه الميناء ممكن، لكن في وقت لاحق الآن نتجاوز بقية المحاور، لأنه فعلا موضوع اللائحة التنظيمية موضوع مهم جدا، ويبدو أنه يعني تقدمت نبذة شافية تقريبا حول اللائحة التنظيمية. يبقى فقط لمن يبحث عن اللائحة التنظيمية، هل من ممكن أنه يحصل على نسخة من الجداول، أو يعني تعرف كل المتابعين يودوا أن يعرفوا هذه الأسعار بشكل آني؟ بإمكان أي واحد يريد يعرف الجداول هذه، هي الجداول موجودة في موقع الوزارة. جميل. وكذلك موجودة في إدارة الميناء معنا، ونقدر نعطي أي واحد، وبإمكان أي شخص يريد يشتريها يستفيد منها ويستفيد منها كذلك. طيب مستمعينا الكرام، سنتوقف عند هذا الحد في حديثنا عن ميناء شناص، عند اللائحة التنظيمية للميناء، وسنذكر بإذن الله تفاصيل أخرى في جزء قادم من هذا اللقاء في برنامج مسارات. أهلا بكم دائما وأبدا في برنامج مسارات، ونحن نطلع جميعا على آخر مشاريع وإنجازات وزارة النقل والاتصالات. إلى اللقاء. في الأسبوع القادم لنا مسار آخر، مسارات يونس البوسعيدي، كامل الهنائية، أحمد الكلباني، وحمد بن عامر الوردي، مسارات.